التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والأشواط تتوالى بالانطلاق. الحقائق في صباح هذا اليوم، أثار حاضرة، توقيتات، أسماء، شعارات تشكلت في ألوانها، حضرت مع هذا الصباح. تهانينا على هذا الأداء الجميل وعلى هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة. نسير مع شوطنا السابع في أشواط صباح هذا اليوم، يحمل إبكار الحقائق، تتقدمهن وتتصدرهن بالمركز الأول. هذه تواجدت مخايل عيسى بن سعيد بن سالم العويسي، يتقدم بالمركز الأول. يا راهية تأتي في المركز الثاني، سيف بن عبيد بالخالص اللي تتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث من الجانب الآخر، وهذه روعة، هذه روعة، سعيد بن سالم بالأخن العفاري يأتي بهذه الانطلاقات على المركز الثالث. المركز الرابع تتواجد الظبي على رابع المراكز، عبد الله بن خليفة بن عنتر الغفلي على المركز الرابع. الخامسة تتواجد في مشاهدين الحزاء، وهذه تواجدت معاني تتقدم في هذه اللحظات. هزاع بن سيف بن عيلان المنصوري المركز السابع أو السادس، سادس المراكز هناك. التواجد مشاهدي العزاء، والتقدم من مع حامد بن ناصر بن علي النعيمي يأتي بهذا الاندفاع. المركز السابع، سابع المراكز، تواجدت في هذه اللحظات الظبي خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، بينما هناك التقدم في هذه اللحظة والتواجد فخر مظفر بن غلام البلوشي يتقدم، وأيضا وصلت في هذه اللحظات الهدى سيف بن محمد بن سيف بن شوط الخيالي. المركز التاسع المركز التاسع هناك بن غريب وشعار، هذا علي بن خلفان الرفيسة يتقدم. هذه عز سلطان بن محمد بالعبد الشامسي يأتي في هذه اللحظات. هذه النتيجة، هذه العشر المراكز الأولى، هذه العشر المراكز الأولى في الحقائق والأربعة كيلو مترات وانطلاقات هذا الصباح في المرموم بهذه الشعار وهذه الأسماء عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر. نتواصل ونعود مرة ثانية، راهية سيف بن عبيد بالخالصة تتصدر مجموعة الأبكار، تتقدمهم بجدارة، بينما المركز الثاني بعد بالخالص مشاهدين العزاء هناك هذه اللي تتقدم، هذه تتقدم وتأتينا الظبي عبد الله بن خليفة بن عنتر الغفلي، والنعيمي يأتي كذلك في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. الظبي خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. عز سلطان بن محمد بالعبده الشامسي يأتي بهذا الاندفاع، يأتي بهذا الانطلاق. هناك تقدمت إلى المركز الرابع ووصلت في هذه اللحظات. روعة تتقدم في هذا الانطلاق، وسعيد بن سالم بالأخن العفاري يأتي بهذا الاندفاع، يأتي بهذا الانطلاق. وين الكيلو الأخير؟ بعد الكيلو الأخير كل الأسماء متقاربة. يلا حرك يا محرك، وصل بن بدر العليلي، وصلوا أهل الرعفة، ما أهل الراعفة بن بدر وصل، وعز سلطان بن محمد بالعبد الشامسي بالرملي وصل، بالرملي تقدم. كل الجماعة قادمون ورافعين شعار نحن قادمون. راح بالرملي، راح شعار المتحد، وحرك بن بدر ومن وصلت معاني هزاع بن سيف بن عيلان المنصوري تحركت، ولكن بالرملي
بالرملي، بالرملي على المقدمة على المركز الأول على الانطلاق الأول. وهذه الفائزة، هذه الفائزة بالرملي، بالرملي على المقدمة، ولكن تبدلت الأمور، تبدلت الأمور وغيرت معاني هزاع بن سيف بن عيلان المنصوري، وتحركت هذه اللي هي الفائزة محمد بن علي بن بطي بن مناخر الخيالي. ولكن الثنتين ما بين من خط النهاية، خط النهاية، ولكن خلاص معاني هزاع، تهانينا هزاع بن سيف بن عيلان المنصوري على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني من وصلت فيه مشاهدي الاعزاء الفائض محمد بن بطي بن مناخر الخيالي. المركز الثالث سهيل بن رملي بن محمد العامري. المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام سيف بن محمد بن سيف بن شوط الخيالي. والخامسة، المركز الخامس مشاهدي الاعزاء هذه العلي بن حميد بن بدر العليلي. 5 دقائق 55 ثانية، 7 أجزاء من الثانية توقيت المركز الأول هزاع بن سيف بن عيلان المنصوري. المركز الثاني 5:55 و7 ثواني هذا الانطلاق، ومن وصلت في هذه اللحظات لمحمد بن علي بن بطي بن مناخ الخيالي. 5 دقائق 58 ثانية، 6 أجزاء من الثانية سهيل بن رملي بن محمد العامري. تهانينا والناموس.